اليوم جايكم بموضوع مهم جدا جدا لكل شخص مقيم في ألمانيا، لألكن ولعوائلكن ولأطفالكن، موضوع مصيري ومهم جدا. أول شيء السلام عليكم وتحياتي للجميع، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس لتكونوا على كل شيء عم بيصير في ألمانيا، يكون عندكم علم، يكون عندكم في تواصل. هلأ قانون الحشيش الجديد في ألمانيا، في شيء عم بيساووه مشروع من بتخطيط من وزير الصحة الألماني السيد كارل لوتباخ حول الحشيش في ألمانيا، ورح يكون في يعني تعاطي الحشيش أو تدخين الحشيش بشكل شرعي في ألمانيا. موضوع بيهمنا كتير، أنا وأنت وأنت وهو وهي، كلنا عندنا أطفال في ألمانيا، وحتى نحن يعني كل شخص معرض لارتكاب أخطاء لازم نكون منتبهين. وزير الصحة سيد لوتباخ عم بيصر على هذا القانون، إصرار كامل منه على إدخال هذا القانون حيز التنفيذ بداء من الشهر الرابع، يعني بعد تقريبا شهر وعشرة أيام. طيب شو هو هذا القانون؟ ليش في إصرار كامل من قبله؟ هذا القانون 19 هذا الشهر راح يدخل البرلمان الألماني للتصويت، كمان إذا مر من البرلمان، إذا وافق عليه البرلمان راح يروح على مجلس المستشارين اللي بيمثل المقاطعات، إذا وافقوا عليه بدون أي يعني اعتراض ناقص زائد ممكن يدخل حيز تنفيذ بواحد أربعة. الأجواء حلوة مو هيك؟ المطر والأجواء والخضار والأشجار، ولكن مع هذا القانون يعني عكر مزاجنا شوي. طيب شو هو هذا القانون؟ ليش مصر وزير الصحة على هذا القانون؟ هو وزير الصحة يعني لازم يهتم بصحة الناس، صح ولا لا؟ صح. طيب شو هو مضمون هذا القانون؟ هذا القانون بحق من خلاله للأشخاص اللي أعمارهم فوق 18 سنة أنه يدخنوا الحشيش بشكل شرعي ويمتلكوا 25 جرام من الحشيش بجيبهم، ما في أي مشكلة، لأنه راح يكون هذا الشيء شرعي وقانوني. أي شخص عمره فوق 18 سنة راح يدخن الحشيش ويكون في عنده حشيش 25 جرام، ما في أي مشكلة. مو بس هيك، كمان ممكن يزرع 3 نبتات عنده بالبيت أو بمكان تاني، يعني بحق له يزرع 3 نبتات من الحشيش. إضافة إلى ذلك راح يكون في عنا نوادي الحشيش. شو نوادي الحشيش؟ لا تستغربوا، مو نوادي رياضة، سباحة، يعني كرة قدم، كرة سلة، حتى نوادي ليلية، لا، نادي الحشيش. يعني شو راح نسوي بنادي الحشيش؟ راح نروح ندخن حشيش، يعني معقول نروح ناكل حشيش؟ راح يكون في السماح بتدخين الحشيش بهاي النوادي. مثلا على سبيل المثال شخص عم يدخن حشيش ممكن يروح لهذا النادي ويدخن وياكل ويشرب وهو مرتاح، نادي يعني مكان مخصص لتعاطي الحشيش. طبعا اللي اعماره 18 سنة وفما فوق، اللي اعمارهم تحت 18 سنة راح يكون في مساءلة قانونية ورفع دعاوي وسينوجيم ودفع مصاري وغرامات والى اخره. فقط اللي اعمارهم فوق ال 18 سنة. هلا ال 18 ل 21 سنة بحق لهم 25 جرام يوميا وشهريا ما يتخطى ال 25 جرام. اللي اعمارهم 21 سنة وفوق واكثر بحق لهم 25 جرام يوميا وشهريا 50 جرام. طبعا في عنا اشياء لازم نذكرها كمان، هاي النوادي، نوادي الحشيش ما لازم تكون بالقرب من المدارس، رياض الاطفال او روضات الاطفال، كيندرغارتن، الحدائق، بارك، اماكن عامة، ولا بقرب نوادي الرياضية. يعني نادي الحشيش ما لازم يكون في جنبه هاي النوادي او هاي الاماكن، لازم يكون نادي الحشيش بعيد عن هذه الاماكن. طيب ليش السيد لوتباخ وزير الصحة الالماني عم بيصر على هذا الموضوع؟ السيد لوتباخ عم يقول ان هذا المشروع سيغير المانيا. من اي ناحية؟ من ناحية جودة الحشيش،
يعني بدل ما تروح على هولندا تجيب حشيش كويس، راح يكون موجود الحشيش ذو الجودة في ألمانيا، وراح تشتريه من أماكن مخصصة للحشيش مثل سوبر ماركت. لما كيف نعم نروح نشتري مواد غذائية، كمان راح يكون في أماكن مخصصة لبيع الحشيش، راح تروح تشتري حشيشك وتجي. كمان السيد كارل لوتباخ عم يقول انه من خلال هذا المشروع راح نقضي على البيع بالاسود، بيع الحشيش بالاسود، يعني الحشيش المضروب راح يختفي مع هذا المشروع. على حسب وصفه راح يكون في حشيش ذو جودة، ويكون يتم بيعه بطريقة شرعية وليست بالاسود، وكمان راح يكون في نقص بالمحاكم والدعاوي القضائية على حسب وصفه. الأطباء شو عم يقولوا؟ الأطباء عم بيحذروا من هذه، من هذا المشروع، من هذا القانون. الأطباء عم يقولوا ممكن يكون في عنا إقبال كبير بشكل ضخم جدا على هذه المادة، على تدخين الحشيش، لأنه راح يكون في عنا التدخين بشكل، تعاطي الحشيش بشكل شرعي وقانوني، وكمان أماكن لبيع الحشيش، وكمان نوادي الحشيش. فراح الأطباء عم يقولوا هذا الشيء راح يكون بمثابة تشجيع للناس، وخاصة اللي تحت 18 سنة حتى 20 سنة، راح يكون في تشجيع لهم. حتى اللي ما عم يدخلون، على حسب وصف الأطباء، عم يقولوا ممكن يدخلوا كمان. يعني ممكن على سبيل المثال، يعني هذا هي من عندي، وصف من عندي، أنه شخص عنده اكتئاب، عنده مشكلة، متضايق بالبيت مع أمه مع أبوه بالمدرسة، ممكن يقول لك تعال نروح نضرب سيجارة سيجارتين حشيش، بلكي نجي على بعضنا شوي، يعني بلكي يكون في كيف متعة من هذا القبيل. فتحذير كمان من الأطباء. أنتوا شاركونا آراءكم بالتعليقات. الناس اللي بألمانيا عندكم أطفال، وعندكم أطفال عم يروحوا للمدرسة، وشباب وبنات، الموضوع مهم جدا لألكم. شاركونا آراءكم بالتعليقات حول هذا الموضوع، هل هذا القانون إيجابي ولا سلبي؟ شاركونا آراءكم بالتعليقات. في موضوع ثاني بدي ناقشه معاكم، نطرحه بهذا الفيديو. الموضوع هو على شكل التالي، حدث غريب حقيقة. أنا يعني انصدمت لما قرأت المقال. شيء غريب صار بالقطار في منطقة صغيرة بمقاطعة بادن فورتمبرغ. شخص بحسب جريدة بيلد عم يقولوا انه عمره 35 سنة، حتى وصفوه يعني الوجه واللباس والقبعة واللحية وهيك وصفوه، ولكن ما بدنا ندخل بالتفاصيل كتير. عم يقولوا هو بيشبه الناس اللاجئين الجايين من شمال افريقيا، على حسب وصف الصحافة الالمانية. طيب هذا شخص شو سوى لنشروه بالاعلام بالجرائد بالصحف؟ هذا الشخص ركب القطار بالاسود. اوكي، لحد الان نحن ماشيين صح، ركب القطار بالأسود. طيب جاء مفتشة القطار اللي بتشوف التيكتات التذاكر، أي شخص عنده، أي شخص ما عنده، راكب الأسود ولا راكب نظامي ولا مخالف القوانين، مشان يقطع له غرامة. هذا الشخص اتكاون مع مضيفة القطار أو مع مراقبة القطار، واعتدى عليها جنسيا، وطلب منها أنه يلمس عضوه الذكري. فهمتوا علي؟ آسف لطرح هذه المصطلحات، ولكن هذا اللي حصل. أجبرته على لمس عضوه الذكري، وبعدين هاي المرة وقعت على الأرض، اعتدى عليها، وكمان اتبول عليها. شوفوا، اتبول عليها، يعني شيء صادم. اتبول عليها وطلع من القطار وراح. راح على سوبر ماركت، اشترى كيكة وضربها بوجه البنت اللي بتبيع المواد الغذائية بالتجزئة، اللي هي على الكاسة بتبيع وتأخذ المصادر، ضربها على وجهها بالكيك، وضرب زبون وطلع، وأخذ معاه قنينة وكسرها مشان ما حدا يقرب منه. كسر هاي القنينة للنصف وهي بيده. راح على باك بلاتس، على قبو اللي الناس اللي بيحطوا فيه سياراتهم. لما بده يروح شخص على مكان ما بيحط فيه السيارة ساعة ساعتين، بيستأجر المكان بلاش، او في اماكن بلاش، في اماكن مدفوعة. فراح اخذ هاي القنينة وهدد فيها شخص انه بدي اركب سيارتك وروح، بدي اخذ سيارتك. هدد الشخص، فالشخص شو بدي يسوي؟ اعطاه السيارة وراح.
راح وساوى ضرب هون ضرب هنيك وراح طلع من باك بلاتس. لحد الآن الشرطة عم تبحث عليه، ما ألقوا القبض عليه. معلوماته وشكل وجهه وشخصيته تم نشرها على السكان وعلى الناس القريبين من مكان الحادث. ما بعرف يعني شيء غريب، صدمة كبيرة انك تبول على مرة داخل القطار. اكيد هذا شخص عنده مشاكل نفسية او عقلية او مو تمام، هذا شخص فيه نقص عم يعاني من مشاكل. اصدقائي انا هيك بكون انتهيت من الفيديو، اتمنى ان تكونوا قد استفدتوا من المواضيع اللي طرحناها. نلقاكم بفيديو اخر. الاخبار اللي عم ننشرها في مواضيع مهمة جدا عم ننشرها للتوعية فقط، فكونوا حذرين، كونوا منتبهين، انتبهوا على انفسكم، انتبهوا على اطفالكم. ونلقاكم بفيديو اخر، والسلام عليكم.